للتدريب هندرب الناس بتاعتنا، العماله بتاعتنا هتبقى شغاله فيه بنسبه 90% هيتدربوا فيها، هيبقى في معمل كيميائي عشان يحلل الميه ويحلل التربه ويحلل نوع السمك، يعني هو مشروع متكامل كله. في المرحله الاولى هيخلص كل ده، هيخلص المصنع الاول 5000 طن، هيخلص مصنع التعبئه والتغليفه، هيخلص اقدميه التدريب والمعمل. ودول هيخدموا بقى بقيه المشروع كله على مدار الخمس سنين اللي احنا هنشتغل فيها. ده معناه ببساطه ان احنا باصين للمستقبل بشكل تكاملي. أيوة. وكلي. طبعا. كويس. ما الذي لديك ولم تخبرني به فيما يتعلق باقتصاديات قناه السويس؟ واقف عند ايه؟ انت شايف المستقبل كمان في الحته دي؟ والله انا المستقبل عندي في الشركات بقى. يعني ايه؟ يعني انا عندي 7 شركات دايما احنا بقى بنبص لهم ان هم دول لازم يدخلوا دخل زي قناه السويس. اللي هم ايه السبب؟ اللي هم عندنا شركات، عندنا اولا ترسانه، شركه ترسانه السويس بحريه دي موجوده في السويس، دي عندها ازق ورافع وحوض بيطلع مراكب عليه ويعمل لها صيانه ويغير فيها حديد ودي بتدخل دخل. طب ليه مش عامله دخل؟ دخل كويس طبعا. عندنا شركه تمساح ممكن نروح نبص عليها، على مراكب الصيد موجوده فيها. عندنا شركه قناه المواني دي شركه متخصصه في المواني والطرق بتاعه المواني يعني وتجهيزها ورفع كفائتها وكل ما يعمل فيها بالنسبه لصيانه المواني دي. عندنا الشركه الهندسيه والشركه البورسعيديه، دول الاثنين دول في بورسعيد، شركه انشاءات وشركه البورسعيديه، دول اصلاح وبناء السفن. تمساح برضه من البناء واصلاح السفن، الشركه بتعمل تبني سفن وتعمل عمليه اصلاح للسفن. اللي انا بدور عليه برضه ان انا دلوقتي ان احنا بنبص ليهم ازاي ان احنا نعمل ليهم شراكات برضه مع دول اخرى بحيث ان نكبر الشركات دي، تعظمها يعني. نعظمها ونكبر الدخل بتاعها نتيجه استفاده من الخبرات، دخل قومي، دخل خارجي يعني. يعني انت عند سيادتك مثلا احلام للترسانه، للترسانه وللشركات يعني. سيادتك بتقول لي مثلا بيتبني في كوريا، بيتبني مش عارف فين، هل هاجي يوم هيقول لي ان السفينه دي اتبنت في ترسانه قناه السويس؟ ان شاء الله. احنا طبعا بنعمل الحاجات دي، بس بنعمل حاجات باحجام صغيره يعني. رصاصات السويس دي قطارات احنا عاملينها في ترسانه بورسعيد، القطارات قطارات اللي دشناها دي 75 طن احنا عاملينها في ترسانه بورسعيد، لكن لازم المشروع لازم يكبر، لازم ما اقفش عند الحد ده، لازم بالشراكات عشان يعملوا لي عمليه نقل التكنولوجيا دي. اتكلمت مع الكوريين في ده؟ اتكلمنا مع الكوريين واتكلمنا مع الصينيين واتكلمنا مع الالمان، وفي حاجات ان شاء الله تبقى. مين اكتر الدول اقبالا على هذه الشراكات من كل هذه الاسماء المهمه للتكنولوجيا؟ والله الصينيين يمكن اكتر. الصينيين عندهم تنوع كبير قوي، عندهم رؤيه هنا، وعندهم تنوع كبير، اعداد كبيره وبيخشوا بقلب جامد يعني. فدول انا شايف ان هم برضه النسب بتاعتهم اللي بتيجي تتكلم معانا وتفتح معانا مواضيع كتير، شركات كتير يعني، مش شركه واحده يعني، اكتر من شركه بيتكلموا معانا. فدول برضه احنا بنستفيد بيهم وبخبراتهم يعني. جميل. وانت بتعظم كل هذه الشركات، وقفت انا على شركه التمساح لانها بتبني اسطول الصيد. السؤال، اسطول الصيد هل تم شرحه ومذاكرته مع صيادين المنطقه؟ طبعا. احنا برضه خدنا خبره في ال 12 سفينه إيه اللي كنا خدناها قبل كده. خبرتك بتقول ايه؟ الخبره بتقول ان احنا كبرنا السفينه شويه، حطينا بعض المعدات والاجهزه ما كانتش موجوده فيها جهزت فيها. ال 12 سفينه لما اتعملوا برضه كنا لسه احنا بنبدا بالبدايه يعني، فغيرنا في انواع المكن.